أنا استمتعت بوقت رائع امبارح الصبح معاهم، قضيت وقت الصبح معاهم، وبعدين كان كمان بعد كده في لقاء خاص مع أخويا ماهر فايز. كان لقاء اتسم بالانفتاح والحرية والحوار الجاد، لأنه الأخ ماهر من فضلكم اسمح لي يعني ما تضايقش مني، مش مرنم مع عدد المرنمين الكتار اللي موجودين، وربنا يبارك كل المرنمين. أخ ماهر النهاردة باحث ومفكر وكاتب وقارئ جيد لكلمة الله. ما أقصدش قارئ جيد يعني بيتقن اللغة العربية مع أنه بيتقنها، لكن قارئ جيد أقصد بيسعى بجد علشان يفهم مقاصد روح القدس من المكتوب، وده المفروض شغلنا للشام. كان جلسة حوار رائعة مع أخونا ماهر. أنا كان عندي تساؤلات، وفي تساؤلات كان عند بعض الناس، لكن بعد هذه الجلسة أنا بشهد، والأخ ماهر لا يحتاج لشهادتي لأنه أكبر مني وأعظم مني، أعلن هذا، والروح القدس نفسه يشهد زي ما يقول الكتاب إنه ابن لله، وإنه الأخ ماهر خادم متميز مبارك متمسك بالحق الإلهي بكامله، إيمانه القويم الصحيح في كلمة الله وكل مفرداتها وكل العقيدة اللي احنا بنتمسك بيها. لاحظت الفترة الأخيرة حاجة جميلة جدا، اللي فينا درس التاريخ يعرف إنه لو عايز تنشر حاجة اعملها بالترنيم. في نوعية معينة من ترانيم الأخ ماهر، معرفش هو يسميها إيه، هو يقول لنا ترانيم عقائدية. اللي فينا عارف التاريخ، ألوس لما حب ينشر البدعة بتاعته نشرها بالترانيم، لكن أخونا ماهر بينشر الحق الصحيح الحقائق الكتابية المسيحية بالترنيم. ناس كتير بتسمع الترنيم بتقول هو ده الإيمان المسيحي، شيء رائع جدا جدا هذا الأمر. النهارده نفسي نصلي منك لأخونا ماهر. أخونا ماهر يا رب نشكرك من أجله، سنين طويلة وأنت كنت وما زلت وستظل تستخدمه كمشعل مبارك ومكان للاستنارة في حياة كثيرين سيدنا، مش مجرد تسليح وقت الترنيم، لكن رسالة من روحك تغير وتشكل الحياة. يا رب نصلي من أجل مسحة خاصة ليه في هذا الأمسية، بركة ليه ولعيلته، بركة لكل ما تعمل يديه، بركة لكل موقع تستخدمه فيه لمجدك يا سيدنا.